السلام عليكم. نشتغل على إعادة تدوير الورق المقوى Recycling Cardboard. أنا مسوي ذي المجسم من قبل بس ما حطيته أو ما نزلت فيديو لأنه كان في أثناء أني أنا أسوي القطع سويت خطأ في بعض الحسابات، فأنا صلحت ذي الخطأ وسويت المجسم ذي كامل وصبغته وسويت كل الأمور طيبة يعني، بس قلت بسوي فيديو ثاني متجنبا الأخطاء اللي سويتها من قبل وأصور مرة ثانية. فأنا بسوي ذي المجسم الحين وبراويكم المجسم القديم اللي سويته وإن شاء الله يعجبكم. إذا قررتوا تسوون نفس اللي أنا أسوي من المجسم، تستخدمون نفس الطريقة حفاظا على البيئة ونفس ما اتفقنا، تاخذون الكوارتين واي شيء عندكم زايد في البيت، لا تشترون شيء جديد، استخدموا اي شيء زايد عندكم في البيت. تابعوا الفيديو ان شاء الله يعجبكم.